طبعا مهم جدا، والاهم كمان ان كولر اتفرج على المباراه الاخيره الوداد قدام سان داونز اللي كانت في بريتوريا، وشاف طريقه لعب الوداد. ده يخلي كولر يلعب ازاي في هذه المباراه؟ كولر لازم يلعب ان هو يتوخى الحذر طبعا من الهجمات المرتده لفريق الوداد، الكرات العرضيه طبعا ممتاز بيها نادي الوداد عن طريق محمد ونجم. طبعا محمد ونجم يعني من اللعيبه اللي اسمها معروف هنا في مصر، لان هو كان بيلعب في نادي الزمالك في من 2019 ل 2022 قبل ما يرجع لنادي الوداد. عندهم اكتر من سلاح مهم جدا، من اهمهم زي ما احنا قلنا الكرات العرضيه، الهجمات المرتده. لازم طبعا هيبقى فيه تعليمات خاصه للظاهرين محمد هاني وعلي معلول، لان هم دول الاقرب ان هو يشاركوا في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي، لان هم اللي هيبقى عليهم المسؤوليه لمراقبه محمد ونجم ومراقبه المهاجم. برضو عندهم مهاجم مميز جدا السنغالي سامبو، ده برضو من عناصر القوه والاسلحه القويه جدا اللي بيمتاز بيها نادي الوداد، عشان يقدر يقلل من الخطوره بتاعه الكور العرضيه. وشفنا ده في مثال في مباراه سان داونز، ان الاهداف اللي جت عن طريق كور عرضيه بتتحول براسيات، فده طريقه لعب الوداد. لازم الاهلي يوقف الخطوره دي ويلعب بلعبه المعهود. لازم طبعا هيبقى في ثلاثي خط الوسط، يعني طبعا بعد عوده كمان حمدي فتحي، مش بس علي لطفي، لا حمدي فتحي كمان رجع لقائمه النادي الاهلي. طبعا وجوده مع وجود اليو ديانج وكمان مروان عطيه، الثلاثه دول بيدوا امان وثقه لقلبين خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم او محمود متولي، على حسب مين اللي هيلعب او مين هيفضل كولر في المباراه دي. فده يعني خط الوسط طبعا هيبقى ليه الكلمه، لان هم برضو نادي الوداد بيمتاز بخط وسط مميز جدا، وعندهم اكتر من لعيب، لكن عندهم غيابات، استبعادات فنيه واصابات بالظبط. فلازم الاهلي يعتمد على ان هو يوقف الخطوره دي ويلعب لعبه المعهود عن طريق الثلاثي. طبعا المهم ان هو اكتر ثلاثي بيهدد المرمى بيرستاو ومحمود كهربا وحسين الشحات، دول لازم يبداوا المباراه بشكل اساسي، عشان هم دول يعني اخطر لعيبه عند النادي الاهلي، على عكس لعيبه تانية زي احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر، دول ممكن يعتمد عليهم طبعا مارسيل كولر، ولكن كاوراق بديله، لان هم يعني ما بيقدموش المستوى المطلوب لو بداوا بشكل اساسي. طيب بس احنا عندنا مشكله في كمان في اللي بيقدموا المستوى المطلوب زي ما قلت كده، كهربا وبيرستاو، في استغلال المرتدات. الاهلي عنده مشكله خلال الفتره الاخيره في استغلال الهجمات المرتده، لا يحسن التصرف في النهايه. ازاي كولر ممكن يتعامل مع حاجه زي دي؟ ده كان واضح جدا في المباراه الاخيره بالذات قدام سيراميكا كليوباترا في الدوري، اكتر من كوره جت لكهربا جت لبيرستاو، بيتم اهدارهم بشكل غريب جدا يعني. فتخيل دي مباراه عاديه وفي الدوري، انما ده نهائي والفرص دي لا تتكرر. بالظبط، لان اي فرصه هتتاح ليك في المباراه دي وهتضيعها هتندم عليها، لان انت كل فرصه هتجي لك قدام المرمى لازم تنهيها، لازم تفنشها، لازم تسجل منها اهداف. ده اللي كان لازم يشتغل عليه كولر في مده المباراه. من اخر مباراه لعبها للنادي الاهلي كانت يوم الاثنين تقريبا، كان عنده اهو تقريبا 5 أو 6 أيام يحضر فيهم اللعيبه، لازم كان اكيد يشتغل مع خط الهجوم بتاع النادي الاهلي، ان هو يقدر يحاول ان هو يسجل الاهداف، او ان هو يبقى عندهم طريقه احسن لانهاء الهجمات او انهاء الفرص اللي بتجيلهم قدام المرمى.